السلام عليكم الخوت الكلياني، بخير كلشي مزيان والصوت مسموع. نسمع اخويا نسمع اللهم يسر. دونك مرحبا بكم مرة أخرى في اللايف عندنا في تيليجرام على مجموعة إمبراطور. إن شاء الله في كل حصة ديال نهار الاثنين كنديروا حصص لايف بحال هكا، دي شات روم، فهمتي، دي لايف روم بحال هكا، كندويو على يعني معلومات اللي هما مهمة بزاف في الدومين، وميم طون كنناقشوا يعني الآراء ديال الخوت والمشاكل اللي كيوقعوا معاهم في الخدمة سيغ أمازون، بالأخص سيغ أمازون كي جي بي. اي دونك فوالا، عاود تاني مرحبا بكم مرة أخرى معنا، و فوالا دونك اليوم غادي نحاولوا أننا يعني نعوضوا الحصة ديال نهار الاثنين بعد الحصة هذه إن شاء الله، مع العلم أنه راه كل اثنين كيكون عندنا لايف هنا في تيليجرام، يعني كل مع 11 بالليل كنديروا لايف كل اثنين. دونك على بركة الله نشوفوا دابا، نبارطاجيو السكرين ديالنا، شير سكرين. اوكي على بركة الله، شير سكرين، كتبان لكم سكرين الخوت. وي كسبان اخاي اسماعيل، الكاميرا ديالك محلولة. دونك الخوت واش تتبان لكم، كيبان لكم شنو كندير؟ اخويا كيبان مزيان. اوكي سامحش، على بركة الله. دونك فوالا، هذا واحد النيش كنت دغيا بالخف لقيتو ديال الهالوين. الهالوين شوفوا، الهالوين هو من بين النيتشات اللي كبيرة بزاف، فهمتي، اللي فيهم ارباح كبيرة بزاف، غير هو بالحق حاولوا انكم تخدموه يعني بطرق احترافية، ما تبقاوش تخدموا على الكوبي كولي بزاف، حاولوا انكم تجيبوا افكار جداد. واخا شير التايتل شي، الا بداتي في التايتل راه عنده دور كبير في انه يعني يجيوك مبيعات، غير في التايتل، فقط في التايتل، يعني كنهضر انا غير على التايتل، وهذا اضعف الايمان انك تبدع في التايتل. الابداع في التايتل، تحط، تعرف كيفاش تختار الكيورد، داكشي كامل، تحط الديسكريبشن، داكشي كامل، وداخل في المجال ديال الكوبي رايتينغ. كتعرف هذا الكوبي رايتينغ هو فن التلاعب بالكلمات. الا وليتي كوبي رايتر غتولي مسوق ناجح في حياتك، حيتاش الكوبي رايتينغ هو طريقه كيفاش كتستعمل الكلمات باش انك تجيب واحد الانجيجمنت، تجيب واحد مثلا، حنا انجيجمنت هما لي سيلز. دونك تايتل حاولوا انكم تبدعوا فيه مزيان، وراه هاد التولز هادي ديال سيلف بابليش تايتنز راه غادي تعاونكم بزاف بحال هاد الامور هادو. مثلا هنايا في نيش ديال الهالوين كيف كتشوفوا، هنا كيوت هورور هالوين كولورين بوكس عطاتنا في السكور 58 58. واي حاجه، اي حاجه، كاين فيكم، كاين واحد النسبه ديال الدراري يقول لك لا هذيك التوز ما كتعطيش داك الشيء اكزاكت. لا خويا، هذه التوز هذه كتعطي يعني ديزاين ديس اللي فريمون كيعاونوك باش انك تلقى الحاجه اللي فريمون الناس كتقلب عليها. سكور، اي حاجه في سكور فايته 50 مزيانه، اي حاجه فوق من 50 راه مزيان. هنايا كنشوفوا نمبر اوف ريزولت، يعني هما النمبر اوف ريزولت اعتبروهم نتوما ديزادفيرسير، منافسين، الكتب المنافسه، كاينه 1840 كتاب. بيان سور في النمبر اوف ريزولت كنقول انا من الافضل انه يكون قل من 1000، 1000 او قل من 1000، يعني في نسبه المنافسين. ولكن ما هادشي بوحدو ما بقاش عنده دور كبير باش انك تاخد احصائيات اكزاكت في داك النيش مثلا بغيتي تخدم عليه. علاش هاد الشيء هذا؟ حيتاش دابا كتعرفوا بلي انه الكوارتر قرب، بيان سيو غيكونوا الكتب بزايد، الناس غادي يبوستيو بزاف في هاد لي نيتش هادو، سيرتو لي نيتش ديال الكوارتر بحال الهالوين، يعني غيكونوا الكتب بزاف، هاد الشيء هذا عادي. دونك من الافضل انه الا بيتي تاخد ديزاين ديس فريمون اللي تبازي عليهم في سميتو هكا في الخدمه ديالك، حاول انك ما تبازيش فقط
على النمبر اوف ريزولت و البي سي ار. كاين كذلك الخوت هادو تا هما راه عندهم دور مهم، هاد البرايس وهاد الافريج ريفيو. اللي بغيتكم تعرفوا هو انكم خصكم تعرفوا بلي انه كاينه علاقه بين البي سي ار والريفيوز، باش نتفاهموا على القضيه هادي. الى لقيتوا الافريج ريفيوز قلال، سافو دير انه الناس اللي بايعين في هاد النيتش هذا قلال. يعني باش ما كيصغر هذا كيكبر هذا، اوكي. وباش ما كيصغر هذا كيكبر هذا. يعني باش ما كيكونوا الريفيوز كتار، بالاخطار كتلقاو دي نيتش اللي تلقاو فيهم مثلا 10000 ريفيوز، 20000 ريفيوز، انديس مزيان. علاش؟ حقاش هذاك النيتش كيتباع. بيان سور تلقى البي سي ار تاعو طايح، اوكي. هاد تلقى البي سي ار تاعو طايح مزيان، تلقى 10 10 10000، تقدر تلقى 80000 70000 50000 بحال هكا. الدليل على انه النيتش خدام و تيتباع. سمحوا لي. بالنسبه علاش قلت لكم انا بلي انه هاد الامور اللي كندوي عليهم الخوت راه واخا هكا ما مرتبهمش، ولكن كنحاول انني يعني كل حاجه نعطيها وقتها. حتى الا ما كملناش اليوم كاع داكشي اللي خصنا ندويو عليه، راه كاينين دي لايف اخرين ان شاء الله، وكاين حصص اخرى. المهم عندي انا دابا هما الدراري اللي غادي يبداو، سيرتو اللي يلاه غادي يبداو، يعرفوا كيفاش الخدمه خصها تكون، يعني لا ميثود ديال الخدمه فري، الخدمه اللي غادي توصلك البيج نمبرز، ماشي الخدمه اللي غادي تبقى تخربق واحد شهر ولا شهرين، وفي الاخر ما كتلقى راسك ما بعتي ما والو، كتقول علاش ما تعلاش. دونك راه المشكله غيكون فيك انت، لحقاش امازون المبيعات راه ديما كاينه، لي سيس ديما كاينين، الكتوبه ديما كيتباعوا. وبالضبط وبالاخص في هذه الفتره هذه دابا، فاش كاينين حنا دابا اللي قريبه، دابا الكوارتر قريب الابواب، يعني نورمالمون خصك في جويي يعني الشهر 7 تكون انت ساليتي مع الكوارتر، حطيتي كتوبه، حطيتي كل شيء، حيت ما تنساش. لانه ولا تقول زعما كي انت غادي تخدم شهر قبل ما يوصل داك الحفله ولا داك العيد، راك غادي تبيع. اي ولكن انت كتضيع واحد لا شونس اللي مهمه بزاف. تصور معايا دابا انت كتليستي الكتاب ديالك خصو 7 ايام باش انه يطلع في اللايف، اوكي، باش يطلع لايف. زيد عليها واحد 7 ايام اخرى باش انه شوف الله واش يبان الانتيريا ديالو، الانسايت ديالو، الداخل ديالو، واش غادي يبان لي باج ديال الداخل، واش غادي يطلع لك فاش 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 تبغي تقلب عليه وتدخل ليه، واش غادي يعطيوك الانتيريا ديال الكتاب ديالك ولا لا. انت دابا مشات لك جوج سيمانات، غتخصك سيمانه اخرى يلا يتانديكساو ليك الكيورد في محركات البحث امازون. حيتاش امازون ما كتجيش ديريكت وكتانديكسي ليك الكيورد، لا، كتعطي الكتاب ديالك فرص الظهور مده اسبوع، وهي كتشوف دوك لي كيورد اللي الناس الا جاب لك انت داير شي كيوردات مزيان، الا كنتي داير شي كيوردات مزيان، راه يقدر النهار الاول النهار الثاني تلحق الامازون في الباج الاولى وتجيك سيلز. فاش تجيك سيلز تعاود جاتك سيلز، غيطيح لك البي سي ار، وما غاديش تلقى تقلب الكتاب ديالك مثلا في النيت ديال الهالوين، غتلقى في الباج جوج ولا ثلاثه. ولا عندك الكتاب ديالك، كنعاود نكررها، الا جاب الله عندك شي كتاب في مثلا في هاد لي بيغ نيتشز اللي كاينين دابا ديال الكوارتر، لاصق عندك في الباج 2 في الباج 3، عول اخويا ان داك الكتاب ديالك اللي كاين في ديك لاباج 2 غيبقى يجيب لك او موا سيرتو في لا بيريود هادي، او موا واحد 50 سيل في النهار، او موا سيرتو الا كنتي حاط شي حاجه مزيانه، ابار الا كنتي كدير الادز. بالنسبه للدراري ما عمرهم جربوا الادز، من الافضل انكم الا غادي تدخلوا النيتشز ديال الكوارتر ضروري انكم تفيديو ضروري. علاش؟ لحقاش كتكون منافسه، واغلب السيلرز كيكونوا كيكومبيتيو، يعني كيبيديو على الكيوردز. دونك باش تدخل معاهم في المنافسه صعيب شويه، ولكن من الافضل الواحد انه يبيدي على الادس اذا كان في الاستطاعه ديالو. ماشي شي حاجه فقط، راه تقريبا راه اش نقول لك، تقريبا $50 كافيك في هذا الكوارتر هذه، يعني الا كنتي مبتدئ $50 كافيك في هذا البيريود،
باش انك تجيب سيلز، فهمتي؟ يعني انك تجيب مثلا مبيعات مثلا من سميتو من الكتب تاعك. هادشي اذا كان في استطاعتك، اذا ما كان في استطاعتك غادي تخدم، غادي يعني غادي تعطي واحد ل ل ل ل ل تعطي واحد لا فورس لا سميتو اللي كيقولوا ليها الخدمه، غادي تخدم كيف ما ديما كنشرح وكنعاود ديما نكررها في اللايف، كل لايف لا باز ديال الخدمه في سكيلين، سيرتو اللي سكيلين اللي هو ليغال. ما كنهضرش انا على سبامين، سبامين هو الاوتوماسيون، فاش كتبقى كت يعني. اسمح لي على وي وي خويا مرحبا. المقاطعة، بغيت نسولك دابا على الآتس، واش كاين شي ميثود اللي نقدر نستعملوها؟ حيت أنا جربت بزاف ديال لي زات. هو اوكي بيان سور بيان سور. الا كنتي باغي دير باغي دير الادز، تكون دايره على بزاف ديال الامور، وسيرتوم دوك الحوايج اللي غادي يبقاو ياكلوا لك في البادجيت ديالك، ومنهم النيجاتيف كي وورد وبزاف ديال الامور. وهذا الشيء ان شاء الله غادي نطرقوا ليه توا راجعين ليه في الطريق. غير هو دابا في هذا اللايف هذا كنحاول انا نبسط الامور للناس اللي يلاه غادي تبدا في امازون. ما بغيتش انا نمشي لكم الات ديالك، لحقاش اهم حاجه هي انك تعرف اولا كيفاش تخدم في المجال مزيان، هذيك ساعه نقدروا ندوزوا الامور بحال هادو. ان شاء الله راه جايين اليوم في الطريق، ان شاء الله غادي نطرقوا لهم بالتفاصيل وبالتدقيق المهم ان شاء الله. دونك نكمل على سميتو على الشرح ديال اليوم، حيت ما غاديش نعطيو الدراري بزاف، غادي واحد تقريبا 45 دقيقه، وغادي نكون شرحت فيها تقريبا يعني لي باز ديال الخدمه في امازون، فهمتي؟ ونبارطاجيو، نقلبوا على دينيتش بحال هكا مثلا، واحد دونيتش هكا بحال هكا، ولا بلي با ديال دينيتش غادي نبوستيهم لكم ان شاء الله في الجروب. غادي ديجا نحط لكم واحد ليستا ديال ديسمبر اللي مازال ما بداش، يركز على ديك ليستا، راه ان شاء الله راه غادي يكون فيها ان شاء الله خير وبركه. راه دينيتش تما راه مزيانين، وكيكون عليهم الهايد، كيكونوا هاي ديماند في هاد لا بيريود ديال الكوارتر، دونك ركزوا عليهم. بالنسبه للنيتشيز هما راه حطيتهم لكم انا في الجروب. دونك هما راه ديجا بوستيتهم هنايا، ها هما هما هادو فوالا. هما هادو الدراري، كتبان لكم السكرين شوت ياك، كتبان لكم سميتها، كتبان لكم الشاشه ياك. اوكي مزيان. دونك فوالا الدراري، هادشي اللي بالنسبه للطريقه ديال الخدمه. حاولوا ديما انكم تقلبوا على دينيتش كي بحال هكا، يكون فيهم هاد المواصفات هادو، السكور طالع، النمبر اوف ريزولت يكون قل من 1000، البي سي ار يكون قل من 300000، من 500000 اقصى تقدير، اقل من 500000. بالنسبه للافريج ريفيوز حتى هو كيكونوا ثانويين، ولكن بعض الخطرات كيكون الاعتماد عليهم مهم بزاف، سيرتو اذا كان شي نيتش عليه المنافسه كبيره بزاف. البرايس حتى هو كذلك، البرايس حتى هو كذلك، ردوا لي البال. خصكم تعرفوا هذه القضيه، لانه البرايسين في امازون راه ايتود، راه ماشي اعتباطي. يعني كنت ديجا شرحتها في هذه الحصه، البرايس باش تلقى البرايس خصك تشوف ديما لو برايس، يعني اقل كتاب كيتباع، اقل سعر. مثلا في النيتش مثلا ديال الهورور، انا نقلب على اقل سعر، شي واحد كيبيع مثلا بثلاثه ولا اربعه ولا، المهم اقل سعر، كناخذ داك اقل سعر وكنزيد ليه الهاي برايس، يعني اعلى سعر في داك النيتش. مثلا شي كتاب كيتباع بتسعود ولا شي حاجه بحال هكا، كنزيد ليه، كنزيد لو برايس بلس الهاي برايس ايتيغال افريج برايس، ايتيغال ريزولت ديفيزي على 2، كتعطيك الافريج برايس. يعني كتاخذ لو برايس كتزيد ليه الهاي برايس، وكيعطيك الريزولتا كتقسمها على 2 وكيعطيك الافريج برايس. هو هذاك باش خصك تخدم نتاه. وفي البرايس عاوتاني حاولوا انكم يعني تنافس راسك، بمعنى انك مثلا حط كتاب، وهذه هي اهم حاجه في السكيلين، هو انك كتبدل كل شيء، ماشي كتخلي واحد الكتاب مثلا كتبوه ب 96 ودير ليه واحد 100 نسخه على والو، فهمتي؟ اللهم تشد كل 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 نيتش وتخدمه بطريقه احترافيه. السكين اللي كنت قلت لكم ديالو 1 فوا 2 فوا 3 فوا 4 راه توب وخدام، ولكن فيه الخدمه، فهمتي؟ كيبغي الواحد يجلس يخدم ليه. راه ديجا شرحتو ووضحتو، يعني النيتش كتخدم فيه مثلا في الكولورين بوك،
وسيرتو شوف ركزوا ليا مزيان، ركزوا ليا مزيان على لو كونتنت، ركزوا ليا مزيان على لو كونتنت. بيان سور حتى النو كونتنت خدام وغادي نطرقوا ليه فهمتي، ولكن انا بغيتكم تركزوا مزيان على لو كونتنت سيرتو الكولورين بوك والاكتيفيتي بوك، هاد الجوج هادو مهمين بزاف. بالنسبه مثلا قلت لكم انايا القاعده ديال 1 فوا 2 فوا 3 فوا 4 كتعني فاش كنقول 1 فوا 1 فوا 2 فوا 3 فوا 4 كنعني بواحد هو النيتش ياك، هذا هو النيتش فوا 2 يعني هاد النيتش هذا غادي نخدمو بدو سايز. خصني نعرف ان في الكولورين بوك كاينين دي سايز كيتباعوا مزيان اللي هما سكوير سايز اللي هو 8.5 انش على 8.5 انش الشكل المربع، او الكتاب سايز المعترف به والمعروف عند الاغلبيه هو 8.5 على 11 انش. دونك هادشي اللي قصد مثلا نيتش اكس مثلا الهورور هورور كولورين بوك غادي نخدمو بدو سايز، نخدم واحد الانتيريور ب 8.5 على 11 وواحد الانتيريور ب 8.5 على 8.5. حتى لهنا كلشي مفهوم. اشنو كنقصد؟ نقصد بهاد التروه، هاد التروه الدراري كنقصد بها تارغيتين ديزاين. فاش كنقول تارغيتين اوتوماتيكمون بلغه تي جي بي هو الديزاين. كيفاش؟ فاش كنقول تروه تارغيت يعني غادي ندير في كل سايز كتاب في الديزاين ديالو ديال الكيدز، واحد ديال الكيدز واحد ديال الجيرلز واحد ديال الادولت. اوكي بيان سور هاد القاعده هادي راه ما كتطبقش على كاع لي نيتش، كاين لي نيتش فريمون ما تقدرش تطبق عليهم هاد القاعده هادي. حقاش الا لقيتي الا جيتي تشوف بلي انك دير كتاب ديال الجيرلز وكتاب ديال الكيدز في داك النيتش كيجي شي حاجه اللي هي نامبورت كوا، ما عندهاش حتى معنى. ولكن لا بلوبار ديال 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 سميتو ديال 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 لي نيتش يعني نسبه كبيره تقدر تخدمهم بهذه الطريقه هذه. تخوا تارغيت الكيدز الجيرلز الادولت. واش كنقول هاد الثلاثه هادو يعني اوتوماتيكمون الديزاين خصو يكون الكوفر ديال البنات باين بانه ديال البنات في الديزاين ديالو، كذلك الكيدز خصو يبان كوفر لانه ديال الكيدز، ماشي انت داير واحد مثلا واحد الرسمه مثلا اللي كتبان عشان نقول لك ما كتبانش ديال الكيدز، كتبان شي حاجه اللي هي ديال ادولت مثلا شي حاجه اللي تبان كيوت شي حاجه ديال الدراري الصغار فهمتي. يعني في الديزاين خصك تلعب على هذه القضيه هذه. يعني هنايا فاش كنقول تارغيتين اوتوماتيكمون كنقول ديزاين، حتى هنا مفهوم. بالنسبه فوا 4 4 شنو كنقصد بها؟ 4 كنقصد بها لي ماركت الدراري، لي ماركت يعني هادي الكتاب في السايز تبعوا معايا. هادي الكتاب مثلا نيتش، هذا نيتش غدير فيه كتاب في السايز ديال 8.5 على 11 في 3 ديال لي تارغيت، وكل تارغيت غادي دير ليها كتاب خاص بها في ماركت معين في امازون. يعني شنو هما لي ماركت؟ كاين لي زانجلو ساكسون والفرانكوفون والالمان والسبانيش. هاد اربعه هادو علاش تركزوا عندكم سمعوني مزيان. لي زانجلو ساكسون راه كاينه استراليا، كاينه كندا، كاينه دوت كوم اللي هي امريكا، كاينه يو كي، كاين بزاف ديال البلدان اللي كيدويو باللغه الانجليزيه. دونك خصك دير هذا في دوت كوم يعني غايتسيبلي اوتوماتيكمون غايتسيبلي كاع البلدان اللي كتهضر باللغه الانجليزيه. فرانكوفون غادي دير كتاب ديالك في ماركت ديال دوت اف ار، غديرو بالفرنسيه فهمتي، كلشي فيه فهمتي بالفرنسي، الكيورد ديالو بالفرنسي، الكوفر بالفرنسي، كلشي اون فرونسي. كذلك يطبق نفس القضيه على الماركت المان والماركت سبين. هاد الميثود الدراري راه هي الميثود اللي خدامه وفيها الخدمه، ولكن راه فريمون عندها كتجيب واحد الريزولت اللي مزيان. وبالنسبه للترجمه نيسان ولا كنخدموا بالتراديكسيون؟ انا نوريكم احسن ليكم الا بديروا في التراديكسيون، ما تخدموش بجوجل. انا ديجا بارطاجيت معكم واحد الموقع راه سميتو deepl.com deepl.com. اولا تقدر تانستالي عندكم واحد الاكستنسيون سميتها جرامرلي فهمتي، اللي تقدر يعني تصحح لكم الاغلاط مثلا اللي كيكونوا. بيان سور انت ما غاديش شوف، انت ما غاديش حاول شوف بالنسبه
طريقك نحو احتراف الكوبي رايتين، حاول انك ما تكترش الكلام بزاف، ما تكترش الكلام بزاف، يعني في السكريبت تاعك حاول انك ما تحطش بزاف ديال الهضره، حاول انك تحط تخوالي كات خلين في الديسكريبشن كاع الديسكريبشن، حاول انك ما تفوتش سيزي 12 ليني، ولكن يكون داك الشيء عندك عصاره ديال الكوبي رايتين ديال داك الكتاب محطوطه في داك الديسكريبشن، كتحط الحوايج اللي هما انتيريسون، شي حوايج اللي ما اللي كيبقى كيتعاودوا عندك ما دير بهم، حاول انكم تقللوا الكلام في هذا الشيء هذا. كذلك الى لاحظتوها، الى لاحظتوها الخوت راه الابلي بار فيكم غايشوف هذا البلان هذا، هو انه كتلقاو بزاف ديال الكتب اللي كيتباعوا في امازون كتلقاو السب تايتل ديالهم صغيور، فهمتي؟ يلا تلقى فيه دو لونغ تايل كيورد، يلا كيكونوا فيه دو كيورد، دو كيورد دات دلتا، اللي كتكون كيورد مركبه من ثلاث كلمات، من جوج كلمات او اكثر، يعني كتلقى السب تايتل فيه تقريبا ستة ديال الوورد، فهمتي؟ ستة ديال الوورد. بالنسبه للكيورد واش نديرو نقطه ولا فاصله ولا اسباس؟ فاش في السب تايتل ولا في سيفن كيز كيوردز؟ كيورد اللي لتحت ديال السب تايتل، الكيورد اللي لتحت دوك السبعه، سبعه دخانات، سبعه دخانات. اوكي هادوك شوف ما ديرش الفاصيله، علاش كدير الفاصيله؟ زعما كاين باش تفرق بين كيورد وكيورد. اصلا شوفوا واحد القضيه باش تسمعوها، راه الا حطيتي كيورد لونغ تايل كيورد مثلا هورور كيوت هورور اجيل كولورين بوك مثلا، راه امازون راه في الالغوريثم تاعها راه كتفرق داكشي، راه كتفرقوا، راه مثلا نفترضوا مثلا انك حطيتي كيوت هورور بوحده ككيورد وحطيتي في شي خانه اخرى ادولت كولورين بوك، راه اوتوماتيكمون الالغوريثم تاع امازون شنو تدير؟ كتشوف الكيورد فهمتي وكتميكسي كتقلب، ما صعيب انا نشرح لكم هكا، يعني كاينه واحد العمليه كديرها ماتيماتيك في شكل كتشوف مثلا الكيورد اللي الناس كتكتبها بزاف انت اللي انت حاطها مع شي لونغ تاي كيورد ولا شورت تاي كيورد اللي انت حاطها حتى هي الناس كيقلبوا عليها، وكتحاول انك كتحاول انها تميكسيهم وكتشوف واش ديك الكيورد فريمون كيقلبوا عليها الناس، داكشي علاش كتطلعك. يعني واخا تحط مثلا واحد لونغ تايل كيورد عندك انت مقاده وكتقول براسك بانه راه هكا غادي تاخذها عندي امازون، يعني هكا غادي تقرا عندي، لا داكشي علاش ما خصكش تدير لا فاصيله لا والو، كدير لي كيورد ديالك، ومن الافضل ومن الافضل انك ما تعاودش لي كيورد. خصكم تعرفوا واحد القضيه، خصكم تعرفوا واحد القضيه الدراري، سمحوا لي دقيقه، خصكم تعرفوا واحد القضيه وهو ان امازون الا جاب الله انت حطيتي شي كيورد معاوده جوج مرات ثلاثه د المرات اربعه د المرات بحال ديك كولورين بو كتضل كتعاود فيها، اولا مثلا عندك مثلا واحد كيورد دو باز اللي هو هالوين معاوده سيدي هالوين هالوين فور كيدز هالوين فور جير هالوين فور اج، لا راك كتعاقبك امازون ما كتانديكسيكش في ديك الكيورد حيت كتضل كتعاودها، فهمتي؟ حاول انه في دوك 7 كيس دوك شتي دوك لي كيورد نتا اللي حاط نتايا في التايتل وفي السب تايتل ما تعاودهمش اسيدي في تما كاع، ما يتعاودوش عندك في سيفن كيز، يكونوا دي كيورد اخرين فهمتي، ماشي نفس الكيورد معاوده، ولا اللي كتلقى حاط لك في سيفن كيز الاولى في الكيز الاولى مثلا حاط فيها كتلقى حاط فيها التايتل ديال الكتاب هالوين كولورون بوكو نتا اصلا كاتبها في التايتل ومعاوده نتايا في سيفن كيز الا ما خدامش هكاك، دونك من الافضل انك ما تعاودش الكيورد. هذه هي الميثود اللي خدامه الدراري باش نتفقوا، راه القضيه هذه راه كاين واحد التوست كتعاون عليها بزاف ليا اليوم صراحه، تخدموا به مجاني، ولكن في الماكين في البيت كيكون فيه دي زوبسيون مزيان. يا اخويا مرحبا، قلت ما نعاودوش الكيورد ياك اييه في سميتو، ودابا مثلا كتبتي نقولوا كورنينغ بوك فور شي مثلا شي حاجه هكا، وفي سيفن كيز قلتي لنا هذوك الاسئله اللي عقلتي كنتي قلتي لنا خاصنا نجاوبوا على الاسئله دوك الكيورد، السؤال الاول هو اشنو هذا؟ اتفقوا معايا غنكتبوا عاوتاني كورين بوك، لا يعني تعاود لي جوج مرات، لا ماشي بالضروره حيتاش علاش؟ حيتاش انت شوف الكتاب ديالك راه ماشي فقط غادي اتعطي يعني تركز فيه على الكولورين بوك فقط، يعني ككيورد ما كاين انه مجال ديال كتب التلوين فقط، لا 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 لا، خصك تحاول انك مثلا في ذاك
في ذاك وهاد القضيه اللي شرحتي لها مزيان هو ديالك ان فاش حيتاش ديجا شرحت للدراري في واحد الحصه ديال انه في دوك لي 7 كيز راه محطوطين بواحد الطريقه اللي هي فهمتي امازون راه حطاهم بديك الطريقه الاسباب ماشي زعما كاين على غير هكاك اعتباطيا. لذلك انه هو اشار قال لكم بلي انه في الكيز الاولى وفي المقابله ديالها كاين بزاف ديال الناس اللي مراكنه والناس اللي قدام في امازون كي دي بي اللي كانوا خدامين ديجا في كرياتيف سبيس قبل ما يبان امازون كي دي بي كيقولوا بلي انه الطريقه باش حطت امازون كيورد دوك 7 كيز طريقه خصك ضروري انك تتبع القاعده اللي حاطه عليها هكاك اللي هي انه مثلا في الكيز الاولى والكيز اللي مقابلها خصك تعرف بالبروداكت ديالك اش يكون اشنو كتبيع اشنو تتبيع شنو هو هذاك المنتج شنو يكون واش كولورين اكتيفيتي نوت بوك جورنال فهمتي هادو هما لي كيورد بزاف خصك تبازي عليهم فهداك سميتو فهداك الخانه الاولى والمقابله واللي مقابله معاها والخانه الثانيه والخانه الثالثه واللي مقابله معاها فور هو لمن كتبيع شنو هما الناس اللي انت مسيب ليهم كيدز ادولت جيرل تينيجر فهمتي كيدز اج مثلا شي حاجه فهمتي بحال هكا تودلر بري سكولر كيندر غارتنرز فهمتي كاين بزاف فهمتي على حسب نتايا السي بلاش تاعك على حسب نتايا شنو لقيتي خاص ضروري شي خاصك تجي ليه بحال حتى شي ما كتحطوش غير هكاك ضروري كتبحث وهاد القضيه هادي باش انها تسهل عليكم كاينه واحد لوبسيون في هيليوم سميتها فرانكنشتاين ديك فرانكنشتاين كتعطيها الكيورد ليست ديال الكيورد مثلا واحد 200 كيورد وهي شنو كدير كتبقى الكيورد اللي معاوده كتحيدها كتخلي لك داكشي ما معاودش كتحلي لك مثلا واحد 70 ولا 80 كيورد وكتعطيك واحد الخانه بلاصه فين تكتب مثلا كتكتب فيها التايتل ديالك مثلا كتبتي هالوين كولورين بوك اوتوماتيكمون في ديك الخانه الاولى كتضرب لك على هالوين وكتضرب لك على كولورين بوك يعني من دوك الكيورد كاملهم اي حاجه كتبتيها كتضرب لك عليها حتى كيبقاو غير دوك الكيورد اللي ما معاودين وكتهزهم كتحطهم عندك انت في دوك 7 كيز في دوك 7 كيز كيورد وانت بيه خير دونك هادشي اللي كاين بالنسبه للكيورد وراه غادي نفصلوا في هادشي هذا مازال ان شاء الله من القدام الطريقه اللي انت درتها وي خويا سيرو كاين العشير مختلف ما سمعتكش اخويا الطريقه اللي قلتي لي مال هي الطريقه اللي غنديروا في ديال من اليوم كاينه هي الى زدنا ودرناها في الكيورد يعني ما بقاش محترمين ديك القاعده اللي قلتي لنا ديال نجاوبوا على الاسئله لا ولكن كيكون عندك تما دي كيورد اللي كيجاوبوني على الاسئله تقدر تلقى اكتيفيتي بوك تقدر تلقى سكيتش بوك تقدر تلقى دراوين تقدر تلقى اش نقول لك بزاف كاين بزاف ديال الكيورد تقدر تلقاهم تماك ماشي بالضروره هي الكولورين بوك صافي فقط شوفوا حاولوا انكم فهمتي تمشيو مع هذا السياق هذا يعني ضروري مهم بزاف انكم تحترموا هذه القاعده هذه في الكيورد وبالاخص انكم ما تشارجيوش بزاف خصكم تعرفوا هذه القضيه لحقاش امازون راه كتعاونك باش كطلع شوف هي راه كتعاونك باش تطلع ولكن او ميم طون كتهرسك وقتاش كتهرسك وقيتها فاش انت كتحط شي كيورد اللي لا علاقه لها انت بالنيتش تاعك فهمتي وحاطها غير هكاك تماك اولا يقدر تكون شي تريد مارك ولا شي حاجه اللي مخالفه للسياسه تاعهم حاطها انت تماك ولا سميه ديال شي سيلر ولا شي براند ولا شي بحال هكا دونك من الافضل انكم الدراري ما تشارجيوش بزاف الكيورد ما تقولش زعما كاين انا ديك دوك 7 كيز كامل بغيت نشارجيهم مزيان تما يبقاش ليا كاركتر لا 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 اي كيورد حطيتها تما عندها علاقه بالنيتش غادي تعاونك باش ترانكا وغادي تان ديك ساليك ولكن اوكا حتى تيجي كيورد اللي لا علاقه لهم بالنيتش تاعك او لو كنتي كتعاود لي كيورد مره جوج ثلاثه المرات فراك غادي تعاقبك امازون وغادي تان ديك سيكش في دوك لي كيورد الانديكساج اللي ما عرفتش شنو هو الانديكساج هو انه مثلا ان فوا الواحد كيمشي لامازون كنكتب مثلا هابي مثلا كمثال هالوين اكتيفيتي بوك
كتانديكسيك كتانديكسيك يعني كتانديكسي سا فو دير انها كترانكيك في ديك الكيورد، كترانكيك في ديك الكيورد. يعني الا كنت انت مثلا حط اكتيفيتي بوك هكا مع هابي وهاد هالوين يعني، وما معاودش عندك جوج مرات ثلاثه د المرات في سميتو في عندك في 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 في, في ليستين تاعك، راه غادي تعطيك امازون حريه الظهور وتقدر تعطيك الاسبقيه باش انك تبان في محرك بحث. حيت هاد القضيه هادي امازون فريمون كديرها وكتعطي الناس سيرتو لي سير جداد، كتعطيهم سميتو كتعطيهم يعني فرص الظهور في محركات البحث، يعني في الباج الاولى في محركات البحث. دونك هادشي هذا اللي كاين يعني. حاولوا واحد القضيه عاوتاني، هو انه شفتوا في دوك لي كيورد كامل، ومثلا المجموع ديال لي كاركتر ما تفوتوش 250 كاركتر، راه ديجا امازون راه يعني شرحات هذا البلان هذا. حاولوا ما تفوتوش 250 كاركتر في دوك سبع خانات ديال الكيورد، هذه راه مهمه بزاف. دونك فوالا، دونك الا كان شي سؤال ولا شي حاجه تقريبا، مرحبا الدراري، ناخذ واحد 15 دقيقه على ما نسدوا هذا البث هذا ان شاء الله. وي اخويا مرحبا. والله غنسولك اخويا عبد الرحيم، الله يسهل عليك، بالنسبه لهاد الاستراتيجيه اللي قلتي ديال ال فوا 2 فوا 4 فوا 3 فوا 4، واش يعني مثلا لقيتي واحد النيش وقادي شي واحد الكتاب مثلا حطيتيه، واش ان فوا كتحط داك الكتاب صافي تم كتسكيلي النيش يعني بهاد الاستراتيجيه، ولا حتى كتشوف واش كيجيب لك لي سيل وداكشي عاد كتسكيلي بها، ولا من ديبار خصك تسكيلي توجه لك 30 ولا 20 باش تحطهم من ديبار؟ من ديبار اخويا، من ديبار. علاش تقول لي علاش؟ نقول لك علاش. انت شوف، تصور راسك انت صياد، انت صياد فهمتي، وسط البحر طالق السناره تاعك ياك، طالق السناره تقدر تطلع لك شي، تقدر تطلع لك مبيعه، تقدر تطلع لك ما تطلع لك حتى مبيعه، ولكن الا لحقتي بزاف ديال السنارات اكيد غادي يجيك مبيع، اكيد غادي تصطاد، ما يمكنش ما تصطادش. حيتاش علاج انت يا اسمح لي اخويا، اسمح لي واحد دقيقه نكمل لي هذه الفكره هذه حيتاش مهمه بزاف. انت يا فاش تحطاتي واحد الكتاب، فاش تحط واحد الكتاب عندك في لابوتيك، انت ما عارفش داك لا كليونتي اللي غادي تدخل عندك واش مرا، واش راجل، واش داخل على اساس انه يشري لراسو، يشري لولادو، ما عارفش انت هادشي هذا ما عارفوش. هادشي هذا ما الستاتستيك هادو ما كتوصلش ليهم، ما كتعرفهمش، ولكن بلغه الماركتين غادي 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 تحققهم. يعني باش مثلا دخل واحد الكليون، واحد الكليان دخل عندك الستور، دخل مثلا على اساس انه يشري كتاب مثلا لبنته، مثلا في شي نيتش مثلا ديال الهالوين، لقى الكتاب تاع البنت وعجبو، ولقى معاه سيري خاص بالادولت وسيري خاص بالكيدز بالكيدز مثلا نفترضوا. هنايا هذا هو السكيلين، بلاص ما يشري هو الابسل، كيعتبروا ابسل بلغه امازون، بلاص هو ما يشري كتاب كيولي كياخذ عندك سيري، ولا ياخذ عندك. علاش امازون عطاتكم السيري؟ علاش عطاتكم امازون السيري؟ استغلوا هذه القضيه الدراري، راه كاين بزاف ديال الامور اللي الواحد فريمون، انا متاكد بانه فريمون كاين شي كاين بزاف ديال الناس ما كيديروش هادشي هذا. عندك السيري خدم بالسيري، السيري كتجي السيري مثلا بحال مثلا في الاكتيفيتي بوك، كدير مثلا في النيتش مثلا كدير مثلا اكتيفيتي بوك مثلا هالوين اكتيفيتي بوك مثلا كديرها، كدير فوليوم 1 هالوين اكتيفيتي بوك فوليوم 2 فهمتي، فوليوم 3 فهمتي، وهكا وغادي فهمتي. وبعد اخترت عاوتاني فواحد السيري مثلا انت خدام مثلا على شي نيتش مثلا ديال فلاورز مثلا، ولا شي مثلا نيتش ديال هالوين، ولا هادشي هذا مثلا تقدر دير فيه مثلا دي سيري ديال اكتيفيتي بوك، دي سيري ديال كالورين بوك، دي سيري ديال نوت بوكس، دي سيري ديال لوك بوكس، بزاف. يعني هنايا خصكم تستغلوا هذه القضيه، ديال السيري راه مهمه بزاف. واللي مهم بزاف عاوتاني الا كنتو غادي تخدموا السيري، هو انكم خويا شي واحد طلق الميكرو، عافاك سد الميكرو تاعك، شكرا. بالنسبه قلنا السيري، الا كنتي غادي تخدم السيري ركزوا معايا مزيان، الا كنتي غادي تخدم السيري، وهذه واحد المعلومه الدراري اللي غادي تنفعكم في اي بلاصه مشيتوا ليها،
في اي بلاتفورم في اي بلاصه مشيتو ليها خصكم تخدموا هكا. ما كاينش بلاتفورم واعر ما فيش هذه الخاصيه. هذه هو انك تبروغرامي الليستين تاعك اخويا. بروغرامي ليا الليستين بلاصه نتايا ما تبقى تليستي دايريكت. دير اخويا واحد مثلا في السيري انت شوف انا نوريكم انا دابا كيفاش. مثلا خدام نتايا في الهالوين مثلا هالوين اكتيفيتي بوك فور كيدز ولا مثلا فور تودلر فوليوم 1 اوكي بارطاجيتيه اليوم. غادي دير واحد السيري اخر ديال الهالوين اكتيفيتي بوك فور كيدز اج 4 على 8 مثلا وما غاديش تبوستيه دابا. غادي تبروغراميه انه اتليستا انه يطلع لايف ورا غادي تليستا ورا غادي يبان للكليان غادي يبان اليوم غادي يبان اليوم يعني الا قلبوه وجاب الله وعندك الداتا ديالك زوينه الكيورد ديالك مزيانين وسميتو والديزاين زوين خفيف يعني وعاجب الكليان راه غادي الناس غادي يبان اليوم الناس غادي يبان اليوم. ولكن ما غاديش يقدروا يشريوا من عندك ما غاديش ماشي ما غاديش يقدروا لا غادي يشريوا غادي يشريوا ولكن ما الكتاب ما غاديش يوصلهم. علاش؟ لحقاش انت مثلا الا كنتي بروغرامي مثلا لواحد الكتاب مثلا شحال عندنا دابا تقريبا اليوم 5 ياك اليوم 5 في شهر 8 دونك لحتي واحد الكتاب مثلا في لو 5 اوكي لحتي واحد الكتاب في لو 5 واحد اخر بروغراميتي لحتي ونعطيكم قاعده الدراري نعطيكم واحد القاعده مهمه بزاف سيرتو في البدايه ديال الشهر سيرتو في البدايه ديال الشهر ركزوا معايا سيرتو في البدايه ديال الشهر حاولوا الى غادي تخدموا السيري وغادي تخدموا بالبري اش كيسميوها ممكن كتبروغرامي الليستين تاعك. مثلا غادي تخدم بلادات ديال 5 15 ياك و 29 اوكي 5 15 29 في الشهر يعني غادي تبروغرامي الليستين تاعك على 3 بيريود 3 د الفترات. الكتاب ديالك مثلا بروغراميتي الليستين ديالو انه مثلا الهابي مثلا الهالوين اكتيفيتي بوك فور كيدز 4 على 8 مثلا سيري 2 انه يبان مثلا ولا فوليوم 2 انه يبان مثلا في انه يعني انه يطلع لايف لو ماشي يطلع لايف انه يبدا يتباع في لو 15. اشنو كيطرى لهذاك الكتاب؟ هذاك الكتاب الدراري كيجمع الداتا كيجمع الكليكس كيجمع بزاف ديال الامور ديزانديس اللي كيخليو داك الكتاب كيطيح البي سي ار تاعو. اقسم بالله سمعوني مزيان هاد القضيه هادي راه ما كاينش شي واحد دوا عليها. راه البري ليستين ولا كيفاش كتسمى هادشي كتسمي عنده هذا الا كتبروغرامي الليستين تاعك على هاد الفترات اللي قلت لكم الكتاب ديالك كيجمع الكليكس كيجمع الفيوز وكيجمع حتى حاجه اخرى اللي سميتها البري اوردر. البري اوردر الدراري حتى شنو هو البري اوردر؟ يعني ان الواحد كيشري عندك قبل ما يطلع الكتاب ديالك قبل ما الكتاب ديالك مازال ما تقدرش امازون يعني تصيفطو ليه دير ليه الشيبين ولكن كيجمع الداتا وكيتباع وكيطيح البي سي ار ديالو بواحد الطريقه خياليه الدراري. تصور معايا انه كتاب عندك يقدر يطيح البي سي ار ديالو مثلا يولي 10000 مثلا يولي داك الكتاب ديالك كيجيب لك 20 مبيعه 30 مبيعه في النهار حيتاش مبروغرامي ليه الليستين. وهذا البلان هذا الدراري هذا لا ميثود هادي غادي تنفعكم ماشي غير في امازون غادي تنفعكم في اي بلاتفورم كبير اي بلاتفورم حتى فيسبوك اللي لاحظتوها حتى فيسبوك غيتنفعكم فيها لي مثلا لي زادز الناس كيديروا ليهم البري كيطلق الادز ولكن كيبروغرامي ما كيطلقوهش نيشان كيبروغرامي اوكي. يعني هاد القضيه هادي في اي بلاتفورم الدراري حاولوا انكم تطبقوها راه مزيانه ومهمه بزاف. هادشي اللي بغيت نقول ونتمنى ان المعلومات تكون وصلتكم وحاولوا انكم تطبقوا هادشي الدراري لحقاش باش تنجح في امازون خصك تكون مقاتل ديال بصح تكون امبراطور خصك تكون ما كتنهزمش تكون انسان صبار تكون انسان كيقلب ديما الجدير تكون انسان اللي كيكون كرياتيف خصك تكون بزاف ديال الامور. واخا تكون عندك الميثود بين يديك خصك ضروري تدمر من الاخر خصك ضروري تدمر. لذلك هادشي هذا ما غاديش تقدروا تستمروا فيه لحقاش الانسان عنده واحد الطاقه كيعطيها ومن بعد كيوصل لواحد الى بقى ديما في نفس الايفور غيمل. لذلك حاولوا انكم ديروا الغو انفيستين مثلا خدمتوا
جاب الله مصاريف الحمد لله الامور مزيان. حاولوا انكم تانفيستيو في لوكوتي ديال الديزاين، حاولوا انكم تانفيستيو في لوكوتي ديال، حاولوا انكم تختصروا الوقت، يعني ذاك الوقت بزاف اللي كنتي كتقضي باش انك تطلع واحد الكتاب، حاول تانفيستي باش انك تختصر ذاك الوقت، لحقاش الوقت عندك في امازون مهم بزاف، الوقت مهم بزاف ليك نتايا. وهادشي اللي كاين الدراري. اللي عنده شي سؤال اخر مرحبا قبل ما نسدوا اللايف. اخر سؤال. واحد السؤال اخويا بنسولك الحمد لله الوالدين. مرحبا اخويا. شكرا بزاف. مرحبا. تي اليوم شي نسم شو كوارتر ياك؟ نعم. ولا مجموعة ديال النسم كوارتر. الكوارتر. شي نسم الكوارتر. لا ماشي نيتش. الكوارتر اخويا ماشي نيتش. الكوارتر كتعني اربع اشهر الاخيرة. الكوارتر جاية من الكوارتر يعني اربع اشهر. اوكي؟ اربعة اشهر. هاد اربعة اشهر الاخرى في امازون. يعني عندك سبتمبر اكتوبر نوفمبر و ديسمبر، هاد اربع شهور الاخرى فيهم جينيتش اللي 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 كيتباعوا بزاف، كيتباعوا بزاف في هاد البيريود هادي في سميتو سيرتو في امازون. الهالوين، كريسماس، الاوتوم، الباك تو سكول، النيو ييرز، فهمتي، الكافي داي، البريف كونسر، فهمتي كاين بزاف. انا نحط لكم واحد ليست ان شاء الله اخرى تكمله لهذيك الاولى، فيها بزاف ديال النينيتش، يعني خصكم غير تخدموا فقط. اما النينيتش راه غيتلقاو ديال كيو فور نوز دوريو. ايه ان شاء الله غادي نحطوا هادشي هذا كامل. راه ديجا حطيت لكم واحد ليست خاصه بالنيتشات ديال ديسمبر، وراه دابا عندكم الوقت باش انكم تخدموا عليهم. حاولوا انكم تستغلوا هذاك الشيء وتخدموا عليه على ما نوجدوا ان شاء الله ديال اكتوبر وديال نوفمبر. وحاولوا انكم راه النيتشز اللي مشهورين واللي معروفين واللي كيعرفوهم الاغلبيه، راه عندك الهالوين، عندك الباك تو سكول. دابا خصكم تخدموا على الباك تو سكول. الباك تو سكول دابا حاليا خصكم ضروري تكون خدامين عليه في هذا الوقت هذه. دابا حاليا الباك تو سكول حاولوا خدموا عليه، اي حاجه ليها علاقه بالباك تو سكول، فهمتي، حاولوا تانسبيغاو من 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 من, من دي زوتر بلاتفورم كيف حال ايتسي، فهمتي، تيتشر باي تيتشر، فهمتي، حاولوا انكم تانسبيغاو من هاد البلايص هادو. شوفوا الكتبه اللي سيرتو ديال سكولز، فهمتي، ديال الادوكاسيون حاليا، راه خصكم تخدموا على هاد النيتش هذا ضروري. وان شاء الله كاينين يعني 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 دي نيتش اخرين بحال الهالوين، الكريستماس، الاوتوم، نيو ييرز، فهمتي، الكافي دايز، فهمتي، كاين اش نقولوا، كاين بزاف ان شاء الله. راه غادي نحط واحد ليستا، غادي نحط واحد ليستا اللي ازيد من شي 20 نيتش تقريبا. وفقط غيبقى لكم يعني تخدموا وتوكلوا على الله، يعني وحاولوا انكم تداركوا الوقت، لحقاش فريمون راه ما بقى والو. راه كتشوفوا بلي انه واخا انت كاع قديتي الكتاب وحطيتي الكتاب ديالك، راه كيدوز واحد المده باش انه يطلع لايف، ويقدر ما يبانوش ليك الانتيريور تاع الكتاب تاعك، وهذا مشكل الا ما كانش كيبان لك الانتيريور تاعك. يعني ضروري خصك تراسل عاوتاني الدعم وتسنى يجاوبوك على ما يطلعوا لك عاوتاني الانتيريور، وزيد 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 من المشاكل. دونك حاولوا انكم تستغلوا الوقت. داكشي اش كنقول لكم، انه في امازون كي جي بي العامل المهم اللي كيلعب يا اما ضدك يا اما معاك هو الوقت. الوقت حاولوا انكم تخدموا الحاجه بكري، وتعطي فرصه للكتاب ديالك باش انه يتانديكساو لي كيورد ديالو، باش انه يبان في محركات البحث بزاف ديال الامور. لذلك حاولوا انكم تخدموا بكري على هذا الشيء. هذا خويا رضا طرح سؤال. خويا ملي نبدلوا السايز مثلا 8.5 على 8.5 ولا 8.5 على 11، واش الانتيريور كيبقى نفسه زعما ماشي مشكل ماشي سبام؟ خويا علاش سبام؟ علاش حتى سبام زعما كاين لي 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 سميتو لي لي نفس سميتو نفس الصور اللي كاينين في السايز ديال 8.5 على 11، الا كانوا في السايز ديال 8.5 على 8.5 راه سبام. لا خويا ماشي سبام. شوف شوف شوف، حاولوا انكم شوفوا تكونوا لوجيك. كاين الناس اللي كيبغي اخويا يخدم لك كولورين بوك عزيز عليه 8.5 على 8.5، واش هذا ماشي من حقه داك الكتاب؟ ضروري خصك تجي لي كتاب في داك السايز. ونقول لكم واحد القضيه، شتي الا كنتي كتخدم على الساتيسفاكسيون ديال 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 العميل في امازون، كون اكيد ان الالغوريثم تاع امازون غادي تعطيك الحق، غتعطيك الحق تاعك في سميتو في داكشي. يعني اهم حاجه عند امازون هي هذه، هو انه البايرز يخرج هو ساتيسفي. لذلك
حاولوا انه هذا راه سكيلين، هذا راه سكيلين، هذا الطريقه هذه راه سكيلين يعني، وماشي سبام، ما عمرها كانت سبام. لحقاش انت كتعطي فرصه للاختيار العميل، عرفتي شنو هي، كتعطي له شوا للعميل باش يختار، راه احسن من انك تفرض عليه كتاب واحد. وهذه الطريقه هذه ديال سكيلين كدوز بيك المرحله ديال البراندين، باش نتفقوا على هذه القضيه هذه. ملي غادي تعرف، اسمح لي اخويا يعني نكمل هذه الهضره هذه، ملي غادي تعرف مثلا الاحتمالات في كل نيش طبقت عليها هذه القاعده اللي قلت 1 فوا 2 فوا 3 فوا 4، ولقيتي بلي انه مثلا في نيش ديال الهالوين كيتباع لك كتاب ديال الجيرلز، اوكي تتباع لك كتاب ديال الجيرلز في الماركت ديال فرنسا بالسايز ديال 8.5 على 8.5، كيتباع لك وكيجيب لك ليسيل مزيان مثلا، اوكي اشنو غادي دير؟ علاش قلت لكم خصك دابا غادي تدوز للمرحله ديال البراندين، غتولي تهز داك الكتاب، اوكي هتهز داك الكتاب، غادي تخسر عليه، تخسر عليه واحد شويه يعني، غادي تحاول انك تنطيه مزيان، يبان يبان حس يبان. شوف هو كيجيب لك السيلز فهكاك ياك، ولكن عاد تحاول تشدو وتعاود دير ليه واحد التركيبه اخرى اللي هي واعره بزاف، تقدر تموديفي على الانتيريور من ناحيه الديزاين والشكل ديال السوا كيفاش كيبان وسميتو، طلعوا مزيان وتلي شي كوفر مترتق، وتخدم براند وتحطو باسم البراند ديالك في امازون. هذه طريقه يعني، من بعد ما كتسكيلي وكيبان لك الكتبه اللي كيتباعوا ليك، غيتهز الكتاب تاعك غادي تبرانديه من الاخر، غادي تبراند يعني، غتحط الاوتور سنترال ديالك اللي كتحط بالبراند، غيكون عندك اوتور سنترال تاعك، يكون عندك لي فولورز تاعك، يكون عندك بزاف ديال الامور، دونك هكا كتبراندي، وهكا كتعرف كل كتاب كيتباع ليك كتهز اوتوماتيكمون كتحطو عندك في البراند. مزيان دونك بغيت نسول عفاكم التسجيل ديال اللايف فين غنلقى ان شاء الله، راه غادي نحطو ان شاء الله لكم هنايا بالنسبه للتسجيل يا اخوان ديال اللايف، ان شاء الله غادي تلقاو هنا ان شاء الله الخوت خويا، ولا نحط لكم في القناه تاع امبراطور. اي مرحبا خويا، مرحبا. غادي تكسري باب التسجيل، واش تدخل البيبر بان اللي تسجلي ولا ديريكت من الصفحه الاولى؟ اخويا والله ما والله ما فهمتك كيفاش قلت لك دابا بغيت دير السيري، هي واش حتى تدخل البيبر بان دير السيري ولا من الاول كدير السيري؟ فانصيفط لك واحد الصوره اذا تفهم. ما فهمتش كيفاش واش فاش كتكون كاتليستي اوكي في البروغرام، فاش كتكون كاتليستي في السيستم ديالهم راه عاطينك بلاصه ديال السيري، واش هذا الكتاب سيري واش اش يكون عاطينك البلاصه ديال لي سيري، فهمتيني اش معني نقصد؟ يعني خصك تبروغرامي تماك، فهمتي خصك تبروغرامي تماك، وحتى الا جاب الله، شوف حتى الا جاب الله ما حطيتيش في السيري راه في اتون. وي شوف جميع الطرق تؤدي الى روما كيف كيقول، تقدر تبراند، تقدر تخدمو بهكا ياك، ايه تقدر تخدمو هكا، تقدر تخدمو بالبيبر باك نيت، ولكن فاش تخدمو بالبيبر باك، فاش تخدمو بالبيبر باك من بعد راه في الجناب فاش يطلع لك لايف غيتلقى الضغط على دوك ثلاثه النقاط، غادي يطلع لك واش تكلاسي كوم سيري ولا يعني هذاك الكتاب ديالك واش تحطو سيري، راه كاين حتى هي يعني تقدر دير نتا هكا ياك، تقدر دير هكا تبدا من هكا في الاول، تبدا هكا تحطو سيري، سينو تخدات ليستي في البيبر باك ويطلع لايف ديك الساعه تردو سيري. اوكي تفهمنا؟ ما عرفتش ما طلعش الصوت. اوكي اسمحوا لي، كنت كندوي وما كنتش طالع الصوت. دونك فوالا هنايا شوف تقدر تخدمهم بجوج، عندك يا اما في الديبار تقدر تخدمو ديريكت من الديبار ديالو تليستي على شكل سيري ياك، يا اما تليستي بيبر باك ياك، تيطلع لايف، يطلع عندك لايف كتمشي للجناب، الجناب ديال داك الكتاب كاين واحد ثلاثه النقاط كتكليكي عليهم، راه كاينه ديال اد تو سيري، واش نرد تو سيري، واش بغيتي هذا الكتاب ترد تو سيري ولا لا، يعني عندك الاختيار، يا اما تليستي بهذه الطريقه هذه من الديبار، يا اما تليستي بالبيبر باك عادي جدا كيف كتليستي نورمالمون حتى يطلع لايف وتدخل ليه وترد تو سيري. دونك كنتمنى ان هذه الفكره هذه تكون وصلت، دونك راه ما كاين حتى مشكل بحال الدراري. فوالا اخر سؤال الدراري، اخر سؤال باش نسدو اللايف. دونك اللي عنده شي سؤال، اخر سؤال الدراري مرحبا.
باش نسدو هاد اللايف ان شاء الله. وكيف ما قلنا راه كل اثنين راه كيكونوا لنا دي لايف بحال هكا اللي كنعطيو فيهم دي زانفو اللي هما فريمون اللي مهمين بزاف. غادي ندوزو ان شاء الله لمرحله البراتيك، ولكن يعني من الافضل انه يعني الناس اللي غادي تبدا تعرف ديجا كيفاش كتخدم، وان شاء الله من بعد غادي ندوزو معكم البراتيك ديال هادشي هذا ان شاء الله. دونك اخر سؤال الدراري، شكون عنده اخر سؤال؟ بالنسبه للكاتالوج واش كاين شي سيت مختص فيهم كاتيجوري؟ الكاتيجوري اخويا كاين هذاك ديال سميتو باقي بوك بولت. وي بوك بولت. انت شوف دونك فوالا، غادي ندير معكم اخر سميتو اخر تيتو دابا باش نسدو اللايف الدراري، حقاش خصني نمشي نعس كنفيق شويه بكري. ما عليناش، غنشرح لك اخويا الطريقه كيفاش تلقى الكاتيجوري. اوكي، دونك كتبان لكم الشاشه ياك، نمشيو لبوك بولت. بوك بولت دوت اي او اقيلا. شوف الامازون مثلا، عقلتوا على هذا النيتش هذا اللي كنا بارطاجينا ديك السيمانه ديال البيبر ايربلان، هذا تاوا راه مهم بزاف، راه وريتكم ديجا منين تجيبوا من تجيبوك بحال هذا الشيء هذا. دونك يعني حنا مثلا في هذا النيتش نيت مثلا تبارك الله راه السكور فيه طالع، يعني المبيعات فيه تبارك الله، يا سلام. ومطلوب ديما مطلوب، فهمتي؟ ديما مطلوب، يعني نيتش ديما خدام، يعني ماشي موسمي ولا شي حاجه، يعني خدام طول السنه. دونك فوالا، دونك مثلا هاد السيد هذا عنده سيدي مكلاسي رقم المرتبه الثانيه في هاد الكاتيجوري هادي ديال شيلدرن بيبر باك بوكس، ومكلاسي للرتبه 16 في شيلدرن ارت ميوزيك اند فوتوغرافي بوكس، ومكلاسي للرتبه 22 في شيلدرن جيم بوكس. اوكي، حنا باش نعرفوا هاد الكاتيجوري هادي كنهزوها اوتوماتيكمون هكا. كاين بزاف ديال لي ميثود الصراحه، ولكن انا غير باش نوريك يعني الطريقه كيفاش تقلب على الكاتيجوري. كتمشي لهنايا كي دي بي كاتيجوري فايندر، هو كاين اللي كيقول بلي انه هاد بوك بولت هذا فقط مختص في النو كونتنت، يعني غير في النوت بوك والجورنالز وداكشي، ما عندوش علاقه باللو كونتنت. متفق معكم فريمون بوك بولت الاحصاء تاعو داكشي كامل كياتي في النو كونتنت. متفق معكم في هذه القضيه هذه، ولكن حنايا ما عندناش علاقه باش النو كونتنت، حنا بغينا الكاتيجوري، يعني الكاتيجوري اللي كاينه في امازون كاينين فيهم هاد لي كيورد هذا، مثلا تشيلدرن بيبر باك بوكس دير سيرش. انت كياتي كاع الكاتيجوري تقريبا اللي يا اما يكونوا يعني لي قريبه لهذا سميتو هذا، يا اما يعطي هذيك يا نيت. دونك انت كتبحث كتقلب، دونك هنايا كنجيو كنقلبوا كنشوفوا انه الريليفونس او تقريبا الحده ديال سميتو هكا ميديوم 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 ميديوم، يعني وسطيه. هنايا كتجي كتلقى نلقاو شي واش كاينه شي درين ولا بيبر كرافت بوكس، فهمتي؟ كنشوفوا كنقلبوا. دونك حنايا شوف خصك تلقى شي حاجه اللي بالاحمر، شي حاجه اللي لو للو، يعني الناس قلال اللي حاطين فيها. ومن بعد غادي نقول لكم علاش ضروري انك في الكاتيجوري خصك تلقى شي كاتيجوري اللي الناس قلال هما اللي حاطين فيها، حيتاش خصك تخدم الا كنتي ديزاينر واعر ومحترف وكنتي واثق من العمل تاعك وكنتي باغي انك تجيب البادج ديال بيست سيلر في امازون، خصك تكون كتبيع في شي كاتيجوري اللي بوحدك اللي كتبيع فيها، ما كينافسك فيها حد. دونك خصك تلقى شي وحده اللي هي اللو. دونك حنا نحيدو هاد شيلدرن، نخليو بيبر باك بيبر كرافت بوكس. شوفوا هانتوما الدراري، هاي هادي وينين كاتيجوري، نون فيكشن فوتوغرافي انديفيديوال فوتوغرافرز ارتست بوكس. هاد الكاتيجوري وينين كاتيجوريز، علاش؟ حيتاش اخوت المنافسه فيها قليله، مالي واش ولا كان الكتاب ديالك واعر ومتاكد، يعني متاكد واثق من العمل تاعك، واثق من العمل تاعك، وكتجيب وكيجيك في الكتاب تاعك لي سيل،
من هاد الكاتيجوري هادي كون اكيد انك في ظرف اقل الا كان الكتاب تاعك يعني تريندين او لا مثلا الناس كتبحث عليه او لا عليه اي دوموند فهمتي بحال هكا وجاب ديك مثلا واحد النومغ ديال 16 في كاتيجوري لو اوتوماتيك مش كتجي لك امازون كتطلعك بيستيلر اخويا وإلا طلعتك امازون بيستيلر الباج ديال البيستيلر كيعاونك بزاف 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 باش انك توصل للبيج نامرز في امازون اي واحد داكشي بغيتكم الدراري اباطره واحد القضيه عندكم هدف في امازون هو انكم تجيبوا لي داك الباج الباج ديال البيست سيلر الباج ديال بيست سيلر فاش تجيبوا الباج ديال البيست سيلر كلشي غيجي يولي قدامكم ساهل في امازون لحقاش غينفعكم بزاف 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 وباش طيح وباش باش 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 طيح في هذاك الباج خصك تكون كتخدم هكا يعني خصك تكون كتلوح كتبه تاعك بديزاين واعر ها هو هذا بيست سيلر خصك طيح على هذا الباج هذا خصو يكون عندك فهمتي يعني فوا يكون عندك هذا كون اكيد انه غيسكيلي لك الكتابه كاملين تاعك كلشي عندك غادي يتبع كلشي كلشي وهذه غادي تنفعك حتى في الديسكريبشن تقدر تزيدها يو ار ا بيست سيلر فهمتي كتعطيك واحد الثقه كتعطيك واحد الشحنه ايجابيه حتى داك داك اللي غادي يشري من عندك ولا داك الفيزيتورز دغيا كيتكونفيرتا اوتوماتيكمون دغيا كيتكونفيرتا كيشوفك بيست سيلر كيزعم فهمتي ما كيتناقش باقي كيقول هذا بيست سيلر الناس كتشري من عنده الناس فهمتي هكا كيفكر كيمشي صافي دغيا كيتكونفيرتا اوتوماتيكمون حتى في الادز شتي في الادز شتي في الطرف الكوتيديان الادز غيطيح عليك رخيص واللي اللي كاين هنايا عنده بيست سيلر يكذبني اللي عنده بيست سيلر الدراري وكيجي كيروني الادز راه كيطيح عليه الكليكس ديال الكليكس ديال الكيورد البيدين على الكيورد كيطيح كيكون عنده قليل فهمتي بارابول داك الانسان اللي كي يلاه ما عندوش لا باج لا بيست سيلر لا والو فهمتي يعني يعني راه كينفعك بزاف كيعطيك بزاف ديال الافونتاج بينك وبين امازون وبينك وبين وبين الكليان وبينك وبين بزاف ديال الامور صراحه دونك الخود هادشي هذا اللي كاين بالنسبه لهاد الحصه هادي حاولت يعني ما كنتش مبروغرامي بالضبط شنو غادي ندوي علاش غادي ندوي ولكن يعني حاولت انني نعطي بعض التفاسير اللي الناس اللي يلاه باديه اللي تكون مختصره وتكون يعني في العمق ديال المجال ونتمنى من الله انه هادشي هذا يفيدكم وكنطلب منكم انكم تخدموا فهمتي فقط وتطبقوا هادشي هذا واللي ما فهمش شي حاجه بيان سور يحط لينا لي كيسيون تاعو في الجروب راه تبارك الله عليكم راكم اباطره راكم خدامين وصراحه الله راه كتموتيفيونا وكتموتيفيو بزاف ديال الناس اخرين وان شاء الله هاد المجموعه هادي ما بغيتهاش ان يعني طرا ليها كيف ما طرا المجموعه ديال رجال المساعده صراحه اللي كانت بدات يعني يعني بفكره انها تحارب سبام حتى ولاو سبامرز كيبيعوا وسط رجال المساعده دونك ما بغيتش ان هاد لوكا هذا يتعاود هنايا في امبراطور امازون لذلك ممنوع منعا كليا البيع في المجموعه ممنوع منعا كليا التسويق في المجموعه ممنوع منعا كليا التشهير في المجموعه واحترام اعضاء المجموعه واجب دونك والبارطاج وحاولوا انكم تخدموا بقناعه ديال انك انت راه الا عطيتي شي حاجه راه ربي سبحانه وتعالى غادي يحل عليك بيبان اخرين يقول عز من قائل قول عز من قائل كنت قلتها انايا في سميتو ديال الثمان اللهم ثبتنا على الشهاده يا رب اوكي هنايا في الثمان ان يعلم الله بسم الله الرحمن الرحيم ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم صدق الله العظيم يعني انت الا كنتي كدير واحد العمل عن ظهر قلب وعن نيه صافيه كن اكيد اخو وما كنتش فيك هذاك البخل بالمعلومه وما كنتش فيك داك الاحتكار بالمعلومه وما كنتش فيك داك الانانيه كن اكيد اخويا ان الله سبحانه وتعالى غادي يجازيك خير الجزاء باشياء اخرى ما كنتيش كتعرفها وما كنتيش كتبراسك كنتي كتوقع انك تعرفها شي نهار لذلك البارطاج الخوت العقليه ديال البارطاج عمرها كانت غادي تنقص لك غتنقص من يعني غتنقص من 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 يعني من 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 الريزولتا ولا من النجاح تاعك شي حاجه لذلك
حاولوا انكم تفكروا ايجابيين، والله يوفقكم، الله يوفقنا جميعا لما فيه الخير، شكرا وتموتيفا، ابو وليد والله على يسر النصيحة. الامور. دونك وي خويا صراحة راك انت غني سد اللايف. داك ممكن قاعد تخلي اللايف للدراري ويهضروا بيناتهم حتى ايه الى بغيتي تخرج. واخا الله يرحمه و الله سمح لنا ايه مرحبا بهذه المعلومة. مرحبا الدراري، مرحبا ايه، ما طلبتيش هي اللي موجود. ان شاء الله نطلق لكم اللايف وخليه يعني وهضروا تقدروا يهضروا بيناتهم ايه ايه هضروا بيناتكم تناقشوا، ما كاين حتى مشكل. غير هو غادي نحبس الريكوردين، غادي نحبس الريكوردين دابا ونطلق لكم اللايف. اوكي شوفها يوم تخاب راسك. مرحبا الدراري، مرحبا مرحبا على الراس والعين. يلا تبارك الله عليكم وشكرا بزاف. هو اللايف غادي يخليه لكم يعني، دونك الله يسهل الامور الدراري، وتبارك الله عليكم. السلام عليكم.